الضاقة الحال في عيش تكابده واستفحل الهم وانتابتك أطراحه، فافزع إلى الله في ذكر تردده، إن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته، للخلق ذل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه فإن الصلاة على المصطفى مفتاح. صلوا عليه وسلموا تسليم حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معايا متابعيني الكرام، فيديو جديد فضلا وليس أمرا. لايك للفيديو واشتراك في القناة، جزاكم الله كل خير. أنا بحب سورة البقرة جدا، بس دايما كنت بسأل نفسي سؤالين، هو ليه سورة البقرة اسمها كده؟ السؤال التاني هو إيه علاقة مواضيع سورة البقرة ببعضها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن مواضيع كتير قوي، إيه علاقة المواضيع دي كلها ببعضها؟ سورة البقرة من أكتر السور القرآنية اللي المستشرقين خدوا عليها مطاعن كتير قوي، كانوا بيقولوا سورة 286 آية 49 صفحة. انت مش عارف انت طالع منين وداخل فين، كل شوية الموضوع بيتغير، لدرجة ان بعض كبار علماء التفسير قال سورة البقرة لا يوجد ترابط بين آياتها، فهي سورة كلها أحكام. وظهر فريق آخر من العلماء ردوا على المستشرقين إن مفيش كلمة في القرآن ملهاش حكمة، ولكن كل كلمة ليها حكمة وترابط مع غيرها، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. السؤال الأول بقى هو ليه أو سبب التسمية؟ إن واحد من بني إسرائيل قتل واحد تاني وما كانوش عارفين مين اللي قتله، راحوا لسيدنا موسى بصفة النبي وسألوا مين اللي قتل، باعتبار انه اكيد متصل بالله. فربنا رد على سيدنا موسى بأمر ذبح البقرة الصفراء، عشان كده هم ردوا بعدها اتتخذنا هزوا. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول لك مين اللي قتل الراجل تقول لنا اذبحوا بقرة؟ قعدوا يمطلوا كعادة بني اسرائيل، بعد ما ذبحوا البقرة ربنا أمرهم يضربوا الشخص المقتول بعظم البقرة الصفراء المذبوحة. لما عملوا كده الشخص قام بعد موت وقال مين اللي قتله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. القصة كلها عن معجزة بتبين قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يستحيل عليه شيء. إجابة السؤال التاني بقى باختصار، هنحاول نربط الآيات ببعضها في إيجاز. سورة البقرة جزئين، الجزء الأول عبارة عن ثلاث قصص لثلاث خلفاء في الأرض. الخليفة الأول هو سيدنا آدم، إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا كلفه تكليف وكانت النتيجة انه عصى ثم اطاع وجاب 50% في التكليف وعصى آدم ربه فغوى. الخليفة التاني بني اسرائيل، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربنا كلفهم تكليف كانت النتيجة 0%، ما سابوش معصية في حق الله الا وفعلوها. الخليفة الثالث إبراهيم عليه السلام، إني جاعلك للناس إماما، كانت النتيجة 100% وأطاع تمام الطاعة. الجزء الثاني من سورة البقرة كله أحكام، أحكام الصيام والقصاص والأسرة وتحريم الربا وأحكام الدين والإنفاق. ربنا قبل ما يقول لنا الأحكام بيقول لنا أنتوا هتبقوا مين في الثلاثة؟ هتبقوا زي آدم تطيعوا وتعصوا، ولا زي بني إسرائيل
قالوا سمعنا وعصينا، ولا زي إبراهيم تطيعوا تمام الطاعة؟ علشان كده الجزء الأول كان فيه قصة التلات خلفاء، وبعد كده الجزء الثاني الأحكام والتشريعات، وفي الآخر قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت الآية راح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبكوا وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فصبرنا وامتثلنا لأننا كلفنا بما نطيق، ولكن هذا التكليف بما لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كبني إسرائيل مع موسى، قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وأكثروا منها مدحهم الله بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونزل التخفيف من الله عنهم بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والختام بدعاء الصحابة لله بقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني بلاش تعاملنا يا رب زي آدم، لو عملنا زيه فنسينا التكليف أو أخطأنا فتطردنا من جنتك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني ما تعاملناش يا رب زي بني إسرائيل. الإصر هو الشيء الثقيل على النفس، لأن ربنا قال لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشود الشوق أتعبها الجهاد، رسول الله وانتفض الفؤاد، أسافر بالحروف إليك دوما وأجنحة المحابر والمداد، فحي على اللقاء بخير وجه وعند الحوض تجتمع العباد. عليك صلاة ربي ما استهلت بك الأرضون والسبع الشداد، صلوا عليه وسلموا تسليما حبيبي يا رسول الله.